السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كحك شباب جاناكم مقطع جديد تسريب تحدي أكوامان الأسبوع الثاني. وقبل بداية المقطع أتمنى دعمونا باشتراك القناة، لايك الفيديو وفعل الجرس. خليكم معي. ورجعنا لكم يا شباب وعنا تسريب التحدي الثاني من تحديات أكوامان. هو بكون مطلوب منك السباحة أو استخدم الصنارة للسباحة خلف القرش عند الرمال المتعرقة. أسكر عليك أول ما تنزل، أول ما تنزل تيجي على المنطقة اللي نزلت أنا هون عليها في الضبط عند الرمال المتعرقة عشان تأخذ إيش اللي هي الصنارة، لأنه أتوقع فيش أماكن كثيرة فيها صنارة هون، فبتيجي تأخذ الصنارة من هون. بعد هيك كل عليك أنك تضلك تدور على القرش. فتابع معي باقي المقطع كيف بدي ألاقي الفيديو، كيف بدي ألاقي القرش وكيف نسبح فيه. وبس هذا مطلوب عندنا بالنسبة للتحدي الثاني، وخليكم مع باقي المقطع وخلنا نشوفكم في فيديو ومقطع جديد. ومع السلامة، بيس.